أجل هذا الأمر. فإن حسبتني على نشا فأنت غير وطني. أنت إن حسبتني على نشا فأنت غير وطني. فنشا جزء من مصر. نشا جزء من مصر. إن حاسبت أنا حطيت كفني على إيدي ولفيت مصر كنت حضرتك قاعد فيها. أنا حضرتك تصديت إلى أقصى يعني أنا تعرضت للموت ما قبل في 5-6 مرات. مرة منهم اتخبطت الأستاذة حياة اللي هي الست وهي نازلة ورايا من على المنصة في اسكندرية خدت غرزتين في جنبها. كنت حضرتك في الوقت اللي قاعد تتفرج على الناس. فإذا اتكلمت على ما سبق فمتهيألي حضرتك ما سبق ممكن يكون كلنا كنا غلطانين فيه وليس فرق واحد. وإن وأنا بقولها بكل صدق وإن لم نقل لكي نحد اختصاصات هذا يبقى كل واحد يقوم باختصاصه. الرئيس يقوم باختصاصه والبرلمان يقوم باختصاصه. الحكومة تقوم باختصاصها. إن ما وقفناه بكل إخلاص علشان كل واحد يقوم باختصاصاته ولا يتوغل أحد. حط تحت دي 100 خط ولا يتوغل أحد على اختصاصات أحد. هذا الوطن سينهار مرة أخرى في زفة تدخل. لا تعرف أنت حضرتك تقعد قاعد ولا انا هعرف بعض الاهالي ولا احنا كلنا هنقعد مع بعض بعد كده الى يوم القيامه.